عادي يدخل على كلوز ترفاتك صحيح يكون النوم. هنا التفسير. طيب دخلت المنزل. تجولت في المنزل تجولت وصلت غرفة الطعام. حلو. غرفة الطعام. وش كان عليها أو حولها؟ مفطح. يا سلام. اللي جاء في بالي وقعود ورجل جلوس. أي والله إنك تحط قعود. والله ما عليك سوت. هذا اللي جاء في رأسي. يا سلام. اللي وين وصل الحين؟ غرفة الطعام. وش كان عليها ولا حولها؟ والله عليها خضروات. حلو. في أكل. هي نعم. هاي عزيز. أكل. عريكة وسليك كيف تجتمع؟ الله يغلي عليك إن شاء الله يا فضل. أول شيء الحمد لله كلكم شفتم أكل. يقول لك تفسير إذا لقيت أكل في علم النفس هنا في القصة ذي إنك أنت شخص الآن تشعر بسعادة. الله يطول عمرك. زين إذا ما لقيت على الطاولة أكل أو ناس حولها أو أكل فأنت في الغالب إنك تشعر بكآبة حزن شوي. فهمت؟ يتكلم عن الايام اللي راحت دي اسبوعين دي. اسلم. الحمد لله انكم وان شاء الله انكم في سعاده دائمه ان شاء الله. طيب احنا نبي الحين الايام الجايه خل راحت خلاص راحت الايام الجايه في علم الله ما هي في علمي انا. اسلم. طيب قلت جيت طالع من غرفه الطعام لقيت كاسه قزاز طايحه وش سويت فيها؟ شليتها ورديتها على الطاوله. يا سلام سامي لبيه. ركز معي يلا معك معك طال عمرك والله والله ترى لازم كان غير المفروض تعال لبيه. لقيت كاسه طايحه وش سويت فيها؟ شلتها طال عمرك. لقيتها مكسوره شلتها. مكسوره لقيتها؟ نعم لقيتها مكسوره تشيلها جرح تسميه طلع من الدم سني شلتها. شوف تعاملك مع الكاسه يمثل تعاملك تجاه الشخص اللي لقيته في اول غابه. انت تهتم لامرها اللي توب بنتك الله يحفظها لك يحفظها ان شاء الله يطول عمرها ورفعتها تقول رفعتها صح؟ إيه؟ انت تهتم لامرها وتخاف عليها. هذا يقول لقيته مكسور وبعدين شايف ميسي وانت تقول لا والله صدق والله الشخص هذا انت تشيل همه في بدايه الغابه اي يجرحك مرات عادي اي هو صديقك ايه طبيعي. طيب هذا عاد تعاملك معه. طيب طلعت من المنزل وصلت الى مسطح مائي. وش كان المسطح المائي وش كان كبر حجمه؟ تدري وش ايش 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 جاء في خيالي؟ تعرف برج خليفه هم داخله شلالات كذا جاء في راسي شلالات كبيره كبيره يا سلام. يا سلام. وانت وش هو الحين؟ لا صدق والله هذا مو متبع والله متبع والله متبع والله متبع بس بعد كاس اكمل من حيث انتهى اي قصدك الشلال يعني المصلى قطعها كيف مسطح الماء وش هو؟ انا قطعته بسفينه. وش هو المسطح؟ كبره كبير والله البحر الاحمر. البحر الاحمر كله نزلته هذا الجبال يهبد على طول ترى ما انزل. وانت يا عبد العزيز؟ انا لقيت ما ادري ايش اسميها بس اني يعني البدايه كانت البدايه لا بعيد عن بحيره يعني جزء من المحيط يجي فيه بعض الاحيان مياه بركانيه صح؟ ايه اللي يطلع لها بخار كذا ايه على 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 كهف كذا حلو. طيب عبرت طيب دقيقه حجم المسطح المائي يمثل حبك اسمع ابو توك حجم المسطح المائي يمثل حبك تجاه عائلتك واصدقائك. والله طول عمرك انت شفت الحجم مش كبير ولا صغير؟ تسمع ابو توك؟ اسمع وش هو؟ ما انت متابع تسمع ايوه حجم المسطح المائي يمثل مدى حبك لأصدقائك وعائلتك. فأنت شفت شلالات كبيرة أنت تحب أصدقائك وعائلتك حب كبير. حلو رايد رح يمين ولا يسار؟ إيه قال طيب عبرت المسطح المائي. حلو كيف الطريقة اللي عبرت فيها المسطح المائي الشلالات هذه كيف عبرتها؟ كيف عبرتها بسفينة. حلو سفينة كبيرة وانت سفينة بعد انا بعد خشبية قديمة انت سفينة كبيرة مطور ذي سفينة ذي اليخت اليخت حلو وانت سفينة العادية ام مجداف ولا مطور؟ لا المطور دي حلو على العموم سرعة المركبة اللي عبرت فيها تمثل سرعتك في انجاز عملك. اسرع واحد ينجز عمل فيكم ابو توك على اليخت ثم بعدين
أنا أبو معيط. أنت جدة على هونك أشوف من واحد من عيالك شاف نفسه يمشي على بحر، قلت كيف تمشي على بحر؟ قال ما أدري. وأنت تقص. يا سلام عليك. والله لا يعطيك العافية. بس صدق لا نبغى تحليل. تبي حد ثاني؟ لا أبغى تحليل صدق تعلم. أبغى أشوف، أبغى أشوف إيش شخصية الشاب يعني كيف تعرف. تعرف تحليل شيء؟ تعال 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 في تحليل ثاني. في تحليل. تعال اقسم بالله هنا فقرات يا يا ولد انسجم معها. تعال في تحليل ثاني تعال بس لا تطول. لا ما انا مل ثلاث اسئله بس خلوكم سريعين معي. يلا يلا سامي سامي لا سامي اسمع محمد محمد تعال سارا الفارق قال لي لا زمان لما سارا الربع تعال الربع السلام عليكم هي ثلاث اسئله اسمع ابو هادي ابو سوق ركز دقيقة يا حمود ولا بطلناها يلا 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 محمد يلا جدد والله والله ثلاث اسئلة يلا لا تاخرون فيها عشان نجاوب بسرعة يلا مضبوط تشوف انا هنا اي شوف ايش هنا اي كابتن دقيقة بس يا ابو واجد ما رتب ولا اسمع عليه هي ثلاث اسئلة خلوكم تبعين معي صح عشان نعطيكم الاجوبة بسرعة ثالث تعال اجلس تعال في تحليل شخصية تحليل شخصية تعال بسرعة خلاص روح لثيابك موسى ثيابي موسى ثيابي فرنسي موسى ثيابي ها كابتن تبون نبدا نبدا يا عيال بالله يا الربع نبي تركيز تركيز ثلاث اسئله لا تعطلونا فيها عشان بسرعه نعطيكم الاجوبه والتحليل اسلم السؤال الاول بعطيكم الله يكرمكم خمس حيوانات رتبها من الافضل الى الاسوء بالنسبه لك يلا يلا حلو انا الاول اعرفوا اعرفوا الترتيب لا تعلموني الحين شوي علموني خمسه حيوانات اي إيه واذا أسوأ. واذا طلع نفس ترتيبك اللي انت تبغاه لا 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 تحليل شخصيه إيه. يلا روح يلا بعطيكم خمس حيوانات رتبوها من الافضل الى الاسوء بالنسبه لك يلا الأول نمر حصان بقره خيل خروف خنزير رتبوها وبعدين قول لك تمام دقيقه اقرا قبل هنا نمر حصان خروف بقره خنزير خلاص دقيقه اصبر نمر ايوه انت تكفى اضرب اللعبه طالبك ذا المره اللي مخلينا خل احنا انا بس لا برتب اسمع نمر خنزير بقره حصان حصان اي طيب طيب ممتاز يا عيال يلا طيب السؤال الثاني بعطيكم خمس اربع كلمات حلو الاربع كلمات عطني وصف واحد لها بكلمة واحدة أو كلمتين لا تتجاوز كلمتين يعني مثلا أقول لك علبة موية تقول مثلا شربت موية لا تقول مثلا تروي الضميان مثلا حلو توصفها توصفها آه. هي أربع كلمات الأول الكلب الله يكرمكم كرم أوصفه بكلمة ولا كلمتين عليكم السلام سلام في عرض قصة استريح أرح أقولها أنا الأول لا لا بس اعرفوا بس بعدين ذكرنا اي ما عليك الاول كلب الثاني قط عي يطلع قط 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 ايوه حلو قط طيب الثالث فار حلو ممتاز الرابع بحر الرابع بحر بحر حلوين حلوين نروح للسؤال الثالث الاخير يلا بعطيكم خمس الوان اربط كل لون بشخص تعرفه زين طيب بشرط ان الشخص اللي تحب تربطه بلون ما عاد تربطه بلون ثاني ولا عاد تربط احد معه بنفس اللون يعني ما تقول ابيض فيصل وسامي ولا تقول مثلا ابيض واسود كلها فيصل اربط طيب الاشخاص من الاشخاص من هنا ولا لا لا اشخاص تعرفهم من برا من عائلتك واصدقائك يلا اذكر لك وش منه ولا اقول لكم بس كيفك تبي تعلمني شوي ولا لا انا بعلمك وش معنى الشخص اللي ربطت فيه حلو طيب اول لون اصفر ممتاز عشان اروح اللي بعده تم اصفر بعدين برتقالي ممتاز تمام عشان اروح اللي بعده يلا عشان ختم يلا يلا احنا نسمع بعدين أبيض بعدين أحمر بعدين أخضر طيب
ممتاز. يلا طيب، عارفين اجوبتكم؟ ايه. اللي معي اللي مركز معي مالي انا. طيب اسامي معهم. ايه. روح انا الاول. طيب ابيك تعطيني ترتيبك للحيوانات. خنزير، بقره، خروف، حصان، نمر. حصان، نمر، ايش الثاني؟ خروف، بقره. خروف، بقره، خنزير. الحصان، الخروف، النمر، البقره، الخنزير. الحصان، النمر، الخروف، البقره، الخنزير. نمر، حصان، خروف، بقره، خنزير. الحصان يدل على مكانة عزة النفس في اولوياتك، كل واحد فيكم وين حاطه؟ انا حاطه اول واحد. انا حاطه الثاني. عفوا. الحصان يدل على مكانة الاهل في اولوياتك. الحصان الاهل. النمر عزة النفس. انا رقم في اولوياتك. الخروف مكانة الحب في أولوياتك. البقرة مكانة العمل في أولوياتك. الخنزير مكانة الفلوس أو المال في أولوياتك. حلوين؟ طيب نروح للسؤال الثاني. ها. كلمة وتوصفها. الكلب وش قلت له؟ حارس غنم. فراد. نجس غدار. نجس. طيب وأنتم تكرمون، لكن هذه دراسة مترجمة من جامعة بريطانية، أنا أنقلها لكم ما هو طيب عندي. تم وصفك للكلب هو أقرب وصف في نظرتك أنت لشخصيتك. وأنا آسف بس هذا طيب. أنا طارق القد. ها القد. أنا ما عرفت أقولها. أي قطو. البسة إيه البسة. وش وصفتها؟ حارس قراج عند البيت. واللي يفه واحد انا قلت حلو. انا بيني وبين العطاوه علاقه. صغير الاسد. حنونه. وصفك للقط هو شوي اسمع الربع. وصفك للبسه هو اقرب وصف لنظرتك لشريكه حياتك سواء موجوده او انك انت تبغى مستقبليه زي كذا. حلو. طيب.